السلام عليكم أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة، حلقة 101 مع كلمة جديدة ومهمة، كلمة build. build سوف نشرحها بالتفصيل وأهم المرادفات فقط في دقيقتين. build. أما الآن اضغط على إعجاب، اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس. كلمة build تأتي بمعنى بناء أو بناية. build. build. مثال أول على كلمة build: the city council. the city council مجلس المدينة. plans. plans يخطط. to build a bridge لبناء جسر. إذن the city council plans to build a bridge. خلينا نقرأ معا: the city council plans to build a bridge. ممتاز، حاول الآن أن تقرأها لوحدك 5 مرات بصوت مرتفع حتى تحفظها: the city council plans to bridge to build a bridge. ممتاز، واكتبها في كراسك أيضا. مثال ثاني على كلمة build: you can build باستطاعتك بناء database. database قاعدة بيانات. applications تطبيقات. قاعدة البيانات. without بدون writing any code بدون كتابة أي code. إذن you can build database applications without writing any code. فلنقرأها مع الآن: you can build database applications without writing any code. ممتاز. أهم مرادفات كلمة build: structure بنية. construct 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 بناء. make up texture texture ملمس. هذه أهم مرادفات كلمة build. حاول أن تستخدم كلمة build في جملة. ضع كلمة build في جملة واكتبها أسفل هذا الفيديو. شكرا لكم على المتابعة، انتظرونا في الحلقة القادمة مع كلمة مهمة جدا، كلمة business. business سوف نشرحها بالتفصيل، واستمروا بالمثابرة بتعلم اللغة الإنجليزية. شكرا لكم وإلى اللقاء.